طب احنا بقينا 4 ليالي او 4 ايام لازم ان احنا نشتهي فيهم بقدر الامكان. ليه؟ لان ربما يكون فيهم ليله القدر وليله القدر ليلها كنهارها شمسها لا شعاع يعني يا دوب ضوء بسيط كده هو ما فيهاش حاجه خالص تلسع ولا تضيع ولا تعور شمس كده عاديه خالص خالص لم يرتكب فيها جرم ولا اثم يحبس الشيطان في هذه الليله الليله الوحيده اللي بيحبس فيها عن الشر الشيطان هي ليله القدر سبحان الله العظيم. فرمضان ممكن يحبس انما هيدخل لك هيجي لك طالما انت عاوزه هيجي لك مش عاوزه يبعد عنك انما الليالي عاوزه مش عاوزه يبعد عنك. طيب امتى بقى يبعد عني يجي الشيطان يجي لي في ليله القدر؟ اذا انا كنت رفضت ليله القدر دي الشيطان هيجي لي فيها. يبقى ليله القدر خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر هي الليلة التي نقدر الله فيها الأرزاق والأقوات والأعمال والآجال للعباد. بينزل في خلال السنة من ليلة القدر السنة ليلة القدر السنة اللي جاية بينزل من السماء الدنيا ويطلع جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل أو عزرائيل يطلعهم على أعمال الملائكة وما يكون من النوائب والكوارث والافراح وغير ذلك للبشر. يقول لهم السنه ده هيحصل كذا وكذا 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 وادي العباد اعمال العباد معاهم في السنه دي. ده في ليله القدر. فيها يفرق كل امر حكيم. كل الامور بتتوضح للملائكه في الليله دي لمده عام. وما ادراك ما ليله القدر، كلمه وما ادراك اللي بيجي بعديها يقول العلماء ان الله قد ادرى النبي به، يعني النبي عارف اللي هيحصل. لكن لما يقول وما يدريك يبقى النبي عليه الصلاه والسلام مش هيعرف كل اللي بعديه. وما يدريك لعله يزكى ممكن ينفع ممكن ما ينفعش. لكن لما يقول وما ادراك ما ليله القدر، وما ادراك ما هي؟ يبقى الاجابه معروفه بعد كلمه وما ادراك. انما كلمه وما يدريك يعني ما نعرفش ما اللي بعديه، يعني ما نعرفش اللي هيحصل. ليله القدر خير من 1000 شهر. دي ليلة أفضل من عبادة 1000 شهر. ودي طبعاً ورد فيها أكثر من 5 أقوال ليلة القدر. الراجل اللي قاعد 1000 سنة يتجاهل مع نفسه، والراجل اللي ربنا رزقه ب1000 ولد، كل ولد كان بيجاهد في سبيل الله شهر ويموت، والـ4 أنبياء اللي هم عبدوا ربنا 80 سنة لم يعصوا الله طرفة عين فيها، يعني وردت أقوال كثيرة في ليلة القدر، وإني اللي بيعمل في الليله دي افضل من الناس دي كلها. وقيل ان ملك سليمان كان 500 سنه وملك ذو القرنين 500 سنه، اللي هيشتغل في ليله القدر بس هياخد ثواب افضل من ال 1000 سنه دي. يبقى ليله القدر اللي ثواب عظيم وممكن نفوز بيها بكلمتين اتنين. ان انا اصلي العشاء بجماعه واصلي الصبح بجماعه. اذا عملت دي يبقى انا قمت ليله القدر. يبقى من صلى العشاء في جماعه فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. حاجة بسيطة خالص. هذه ليلة القدر مش متعبة يعني مفيش تعب فيها. ولكن احنا بنقول أهم شيء من ده كله إن أنت ما تسألش ليلة القدر إمتى على قد ما تسأل أنت هتعمل إيه في ليلة القدر. دي اللي احنا بندور عليها. يبقى خير من 1000 شهر تنزل الملائكة. الملائكة بتنزل وتصافح الأنبياء بتسلم عليكم وربنا بيبهي الملائكة بيكم والملائكة بتصعد للسماوات الأولى تقول يا رب فلان ابن فلان كان يجتهد وكان يصلي وكان يقرأ القرآن وكان يتصدق وكان يزكي وكان يزور أخيه وكان كل أعمال الخير دي الملائكة بتشتهيها عند ربنا بيها وبيصفحوكم وبيهنوكم وسيدنا جبريل بينزل إلى الناس وبيسلم على الناس وبيصافح الناس والناس اللي ربنا بينام عليها بيحسوا بقشعريرة في الجسم بيحسوا بأمر غريب بيحصل بيحسوا بنور بنور هي ليلة القدر. تنزل الملائكة وروحها بإذن ربهم من كل أمر. الأمر ده اللي ربنا بيبعت بيه الملائكة للعباد بيشهدوا بيهم وكل الأمور اللي خاصة بالعباد بتعلمها الملائكة. سلام هي حتى مطلع الفجر. كلها سلام وأمن وأمان من صلاة المغرب من أذان المغرب إلى أذان الصبح هي ليلة القدر. والليلة دي يمكن من المغرب لحد دلوقتي حاسين بروحانيات حلوة، ربما تكون الليلة دي هي ليلة القدر الله أعلم بيها. إنما بتبدأ ليلة القدر من أذان المغرب وتزيد
اللي احنا مش ضاربين عمرنا، يا ترى هنلحق نجيب الجد تاني؟